بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الموضوع اللي بدأناه المرة اللي فاتت، موضوع الجروب بوليسي. موضوع جروب بوليسي اتفقنا مع بعض كده مراجعة سريعة ان البوليسي بتتطبق على 3 ليفل في النتورك بتاعتي، صح؟ اول ليفل البوليسي بتتطبق عليها بتتطبق على الحتة اللي جوه الاكتف دايركتوري اللي اسمها اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، يعني بتتطبق على السايت، والسايت ده ممكن يكون جواه اكتر من دومين كنترولر، ممكن يكون عليه البيرنت بتاعي اللي هو اول دومين كنترولر، ممكن يكون عليه تشايلد، وممكن يكون جواه تري. فبطبق البوليسي بتاعتي بتطبق على مستوى السايت ده بما فيه كل الدومينز اللي تحت منه، بما فيهم الادمنستريتور بتاع كل دومين. خلاص البوليسي متطبق على كل الناس اللي في الدومين دي. ده اول ليفل واكبر ليفل. تاني ليفل بقدر ان انا اطبق عليه البوليسي الحته اللي موجوده جوه اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز على مستوى الدومين كنترولر كامل. يبقى السايت ممكن يكون عده دومينز، الدومين كنترولر بتاعنا بس. وطبعا لو اتفقنا مع بعض لو طبقت البوليسي على مستوى الدومين هيخضع عليها كل الناس بما فيهم الدومين والادمنستريتور وبما فيهم المكنه اللي بتنزل عليها الاكتف دايركتوري. خلاص كده. تالت ليفل واصغر ليفل بطبق عليه الاويو. اويو ببدا ان انا اطبق عليها البوليسي بتاعتي، تمام؟ وكنا اتفقنا مع بعض واتكلمنا ان في حاجه اسمها ريجستري، دي كانت قبل البوليسي. علشان تعمل مانجمنت للحته بتاعت الجروب بوليسي حضرتك بتخش جوه الادمنستريتيف تمبلتس وتلاقي عندك حاجه اسمها جروب بوليسي مانجمنت كونسول، وده باي ديفولت متسطب في 2008. في 2003 كنت محتاج ان انا اسطبه. كونسول ده ما كانش موجود ايام 2003، كنت محتاج ان انا اسطبه. معايا؟ طب بص، ده بيقول لك انت في فورست اسمها ccg.local. الفورست بتاعنا انت ممكن تطبق البوليسي على مستوى السايت، على مستوى الدومين، وتحت الدومين قايل لك سي سي جي وجايب لك كل الاويوز اللي موجوده عندك. لو جيت هنا على الاويو اللي اسمها اي تي او اتش ار، هتبص تلاقي لما تدوس رايت كليك هتبص تلاقي عندك اختيارين، كرييت ا جروب بوليسي ان ذيس دومين اند لينك ات هير. واتفقنا مع بعض يعني معناها ايه؟ معناها ان انا هكريت البوليسي واشغلها. لينك ان اكزيستنج بوليسي معناها ايه؟ ان بوليسي قديمه كانت موجوده عندي وانا عايز اطبقها على اويو بانها. خلاص؟ وهنتكلم برضو عنها ان ديتيلز بس مش المره دي، المره الجايه هنشوف ازاي ان انا بكريت بوليسي واطبقها على الاويو. لاني طبعا موضوع البوليسي انا ببدا ان انا اعمل له بلاننج، يعني مش اي بوليسي بيطق في دماغي كده. انا معدي الصبح بقول للواحد سلام عليكم ما ردش عليا، اقول له طب والله انا قافل عليك الدنيا ميه ونور. ما ينفعش، مش بمزاجي، لازم اطبق البوليسي وبعدين ادرس ايه عواقبها. ويفضل لو انت شغال في شركه كبيره تجربها على فيرتشوال ماشين الاول، شوف البوليسي دي ايه النتائج بتاعتها عشان ما توقفش الدنيا للناس، عشان ما حدش يشتكيك. خلاص؟ فانت هتقول له ايه؟ كرييت ولينك البوليسي. اتفقنا مع بعض ان النيم بتاع البوليسي مهم جدا بالنسبه لي. ليه مهم بالنسبه لي؟ علشان ابقى عارف البوليسي دي جواها ايه وبتاعت ايه. وبرضو يفضل ان حضرتك لما تعمل، عايز تعمل بوليسي مثلا ريموف الران وريموف مش عارف ايه وران سكريبت ومش كل البوليسز دي، تعملها في بوليسز مختلفه، يعني ما تجمعهمش كلهم في بوليسي واحده. ليه؟ علشان انا مثلا عملت ريموف للران ورميت سكريبت بيقول مثلا ان المبنت ورك درايف بتاعت الناس تظهر زي ما عملناها المره اللي فاتت، فاكرينها بتاعت المره اللي فاتت؟ فجت مثلا ايه، جه المدير بتاعي او جيت لقيت ان الناس محتاجين ان هم يشوفوا الران. خلاص؟ ما جيش بقى دلت البوليسي فتتشال البوليسي بتاعت الران كمان. انت فاهم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتتشال البوليسي بتاعت الران بالمره، لا. انا او اجي من جوه البوليسي واعمل ديسيبل للران، لا. انا بعمل بوليسي عشان لو حبيت مثلا اشيل الران واسيب المبنى تورك درايف اريموف البوليسي بتاعت الران. معايا؟ انا مثلا نسميها باسمها اتش ار. لما بتخش بقى جوه البوليسي نفسها
قلنا البوليسي مقسمه لقسمين، ده بالنيم اللي انت هتعمله، يعني ريموف الران تبقى ريموف الران، ريموف الهيلب تبقى ريموف الهيلب، فاهم؟ بس انا بديك دلوقتي نيم على اساس ان انا بعمل حاجات كتير قوي جواها. قلنا البوليسي مقسمه عندي لقسمين، كمبيوتر كونفيجريشن ويوزر كونفيجريشن، صح كده؟ لو دخلت كده جوه بوليسز ويندوز سيتنج، اتفقنا مع بعض الحته بتاعت السوفت وير دي، قلنا هناخدها في كورس الاكتف ان شاء الله، ازاي تديبلوي سوفت وير عن طريق الاجهزه كلها. وعندنا ويندوز سيتنج وعندنا الادمنستريتيف تمبلتس. احنا خدنا شويه حاجات المره اللي فاتت، صح؟ زي تريموف الران والهيلب ومش عارف ايه وشويه حاجات كده شرحناها من جواها، وكان اخر حاجه كنا واقفين عندها ان احنا عملنا ران للسكريبت، صح؟ طيب تعالوا نكمل شويه حاجات من جوه اليوزر كونفيجريشن، وبعدين نبقى نتكلم عن الكمبيوتر كونفيجريشن. قلت لك اهم حاجه في البوليسي مش ان انت تعرف البوليسي بتعمل ايه، صح؟ لان البوليسي بتعمل ايه ممكن تكتب في جوجل هاو تو ريموف مثلا الران، فيجيب لك باي جروب بوليسي، فيجيب لك الطريق بتاعها ازاي، فاهم؟ وانت اصلا كده او كده انت راجل فاهم، ففاهم ان كل الحاجات اللي انا عايز اعملها على مستوى الجهاز بتاعي سواء الاكس بي او السيفن هتلاقيها جوه الحته اللي اسمها الادمنستريتيف تمبلتس. هتلاقي الكنترول بانل، هتلاقي الديسك توب، هتلاقي النتورك، هتلاقي الشير فولدرز، هتلاقي الستارت منيو، هتلاقي سيستم. فمعظم الحاجات موجوده جوه الادمنستريتيف تمبلتس، فانت ممكن تخش جواها وتسيرش. وكلمه تسيرش مش معناها ان انت هتقف تكتب له الكلمه، لا، تسيرش يعني تفتحها. اهم حاجه قلت السيتنج بتاعت البوليسي مش البوليسي نفسها بتعمل ايه، فانت لازم تبقى فاهم ان انت لما تيجي تقف كده على البوليسي هيقول لك هي الريكويرمنت بتاعتها بتسبورت ايه، وده المهم بالنسبة لي عشان لما تيجي تعمل بوليسي تبقى عارف هي تتطبق على ايه. وانا ممكن اجي اعمل بوليسي مثلا دي بيقولك ايه اكس بي، وانا بطبقها على الويندوز 2000 وعمالها ريستارت ما بتتطبقش. ما بتتطبقش ليه؟ عشان هي مش بتسبورت الكلام ده، فاهم؟ واحدة تانية يقولك ايه الفيستا، يعني احنا هنا في الستارت منيو كان في شوية حاجات خاصة بالفيستا، بيقولك اتليست فيستا. شوية وتلاقي حاجة تانية بيقولك اتليست اكس بي سيرفيس باك تو، وهكذا. فانت لازم تبقى عارف البوليسي دي بتعمل ايه بالظبط. في اكس بي اول، في المرة اللي فاتت كان اكس بي و 2008 اونلي، اللي هي بتاعت الحتة بتاعت الاد اند ريموف بروجرامز اللي هي دي. لا هيتطبق عليها بس اي اكس بي، لو 7 مش هتطبق عليها. بص ريموف مثلا سيرش اتليست 2008، فين بقى احنا كنا واقفين؟ فين كنترول بانل اد اند ريموف بروجرامز؟ بص بيقول لك ايه، بيقول لك 2003 واكس بي و2008 اوبريتنج سيستمز اونلي. ليه؟ علشان هم دول بس اللي فيهم الحته دي. اما بالنسبه للاكس بي وللفيستا وال7 وال2008 هي ما اسمهاش اد اند ريموف بروجرامز، اسمها بروجرامز اند فيتشرز، فهتلاقي لها حاجه تانية. اتفهمت الكلام؟ فطبعا زي ما اتفقنا مع بعض انا برضو ما اقدرش اديك كل الكلام ده، احنا اتكلمنا شويه عن شويه حاجات في الادمنستريتيف تمبلتس، صح؟ اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي موجوده هنا اللي ممكن يفيدك في شغلك. لو جيت هنا في الويندوز كومبوننت هتلاقي جوه الويندوز كومبوننت هتلاقي شويه حاجات خاصه بالويندوز كومبوننت، قلنا اهمها لما تيجي هنا كده في الويندوز اكسبلورر اللي هي ايه، بريفنت اكسس للهايد السبيسيفاي درايفر ان ماي كمبيوتر اللي احنا كنا عملناها للاي، صح؟ واتفقنا برضو مع بعض المره اللي فاتت، كل ده مراجعه عن الكلام بتاع المره اللي فاتت، اتفقنا مع بعض ان انا عندي ثلاث مصطلحات لابد ان انا اكون فاهمهم: ريموف، بريفنت، هايد، صح؟ ريموف معناها الحاجه دي ولا هشوفها ولا هقدر استخدمها، هايد مخفيه
بس ممكن اشوفها باي طريقه ملتويه. يعني لما عملنا هايد للسي الراجل قدر كان يطلع شورت كات واكسس السي، انما بقى بريفنت اكسس ان هو الراجل ما يقدرش ان هو يخش عليها. فين بقى بريفنت دي؟ المره اللي فاتت برضو قعدنا ندور عليها صح. ايه تحت تاني؟ ايوه ايه بس كده. فبريفنت اكسس تو ذيس درايفر معناها ايه؟ ان الراجل ده يشوفه قدامه، يشوف السي قدامه بس ما يقدرش ان هو ياكسزه. اما هايد اقدر ان انا الف من وراه. طب ريموف ولا اشوفه ولا اكسزه؟ تكتب كومنت مثلا انا this policy for HR for IT for مش عارف ايه تظهر لك انت هنا كده. فاهم؟ اكسبلين طبعا يشرح لك البوليسي دي بتعمل ايه. معايا كده؟ عايزين بقى النهارده نشوف حاجه مهمه جدا 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 واوقات هتطلب منك في شغلك. خلي بالك لو انا جيت دلوقتي قلت لليوزر ده بريفنت اكسس تو ذيس درايفر اون ماي كمبيوتر وقلت له انا عايز بريفنت اكسس للسي وقلت له ابلاي اوكي حلو كده. عندنا مين في الاتش ار؟ عندنا احمد علي. انت اللي اخترت ان انت تبقى في الاتش ار. لو جينا هنا كده دخلنا على الاتش ار اليوزر ده ما يقدرش اكسس السي صح. والمشكله الاكبر ان هو لما مش هيقدر ياكسس السي، ما هو السي ده تحت منها الديسكتوب وتحت منها ماي دوكيمنت بتاعته. ما يقدرش هيكتب ازاي؟ ما هو ما بياكسسهوش. يعني بص الراجل ده دلوقتي لو دخل كده على البارتيشن اللي اسمه سي مالكش بيرميشن. طب تعالى كده نعمل هنا كده فولدر، عملنا فولدر صح. اجي بقى انا هنا دلوقتي ماي دوكيمنت بتاعتي اجي اكسسها ما اقدرش. طب ازاي انت اكسست الديسكتوب بتاعك وازاي مش قادر تخش على ماي دوكيمنت اللي هي تحت منها الديسكتوب بتاعك؟ لا ما هو انت تقدر تاكسس الديسكتوب على اساس ان ده بروفايل بتاعك خاص بيك، فانت بتبقى واخد عليه فول كنترول. انما تيجي تفتح ماي دوكيمنت او تفتح اي حاجه دي ميوزك مثلا اي حاجه من دي ما تقدرش نتيجه ان هي موجوده تحت السي. انت فاهم؟ فاي حاجه تحت السي الراجل ده ما يقدرش ياكسسها ولا ماي دوكيمنت. فقال لك طيب ما لما حضرتك تمنع اليوزر ان هو يخش على ماي دوكيمنت بتاعته كده في مشكله كبيره قوي 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 عندي. اليوزر ده بيحتاج حاجه اسمها الاوتلوك. الاوتلوك ده اللي بتستقبل وترسيف عليه الميلز. ان شاء الله لما تاخد الاكستشينج هنبدا ان احنا نتكلم عليه. اوتلوك ده في نوع من الاوتلوك اسمه بوب 3. البوب 3 ده هو كلام ممكن تكون صعب عليكم بس ركز معايا في الحته دي وانا فاهمه لك بالراحه. الاكونت اللي اسمه بوب 3 ده بيبقى الايميلات موجوده عندي في فايل اسمه بتاع ده هون بيسميه اوتلوك بيبقى دوت بي اس تي. حلو كده ده الاكستنشن بتاعه. الفايل ده اللي هو دوت بي اس تي بيبقى موجود تحت السي، فانا ما بقدرش اكسسه ولا اقدر ابعت ايميلات ولا اقدر استقبل ايميلات لان انا بستقبل من خلال الملف اللي موجود تحت ماي دوكيمنت. مكانه فين؟ مكانه اهو. بص لو جيت دلوقتي انا بس المكنه الرئيسيه بتاعتي، لو انا جيت دلوقتي هنا كده فتحت في كنترول بانل هتلاقي ميل. حد يقرا بقى معايا كده فين ميل دي؟ بس اهي ماشي حلو كده خليكم صاحيين معايا. لو جيت هنا كده انت هتقول له ايه؟ شو داتا فايل. ده مكانها شايف الباس بتاعه بتاع البي اس تي اهو. ده مكانه فين؟ بيبقى تحت السي
يوزرز، اسم اليوزر بتاعك تحت ابلكيشن داتا لوكال مايكروسوفت، تحت مايكروسوفت هتلاقي الملف بتاعك، وممكن تاكسسه بطريقه تانية. يعني انت مثلا ايه تيجي تاكسسه هنا تقول له شو بروفايل، فبص تلاقيه جايب لك البروفايل بتاعك. لما تفتح البروفايل بتاعك ده تقول له داتا، يجيب لك البروفايل بتاعك فين هو. ايه حلو كده. فالمهم ان انت مش هتقدر تاكسس الملف ده لانه موجود تحت السي، انت فاهم قصدي؟ فطالما موجود تحت السي انا ما اقدرش اكسسه لان انا ما بقدرش اكسس السي. فقال لك طيب ما هو الملف ده موجود تحت ماي دوكمنت، لو حضرتك وقفت كده تحت ماي دوكمنت وجبت البروبرتيز بتاعتك هتبص تلاقي ان هي بترمي في السي. فقال لك ايه رايك لو احنا عملنا ريدايركت الماي دوكمنت. كلمه ريدايركت يعني ايه؟ يعني اليوزر ماي دوكمنت بتاعته دي مش موجوده على السي، امال موجوده فين؟ موجوده في الهوم فولدر بتاعه اللي موجوده على الفايل سيرفر، وهو بيكونكت عليه يجيبه. معايا كده؟ ركز معايا عشان دي طريقه، عشان في طريقه تانية هناخدها مع بعض كمان مرتين، اللي هي الرومينج بروفايل، ان البروفايل برضو بتاعه يبقى موجود على الهوم فولدر بس بطريقه تانية مش باستخدام الجروب بوليسي. معايا كده؟ فلو تيجي بقى دي تعملها ازاي، لو حضرتك وقفت كده جوه الجروب بوليسي هتلاقي في الحته اللي اسمها ويندو سيتنج هتلاقي فولدر ريدايركشن. انت بص ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ريدايركت للابلكيشن داتا. ايه الابلكيشن داتا ده؟ ده الفولدر اللي تحت منه البي اس تي اهو. الراجل ده موجود تحت ايه؟ ابلكيشن داتا. فانت بتعمل ريدايركت للابلكيشن داتا فقط لا غير، فاهم؟ لا ده انا عايز اعمل ريدايركت للديسكتوب، لا ده انا عايز اعمل ريدايركت للستارت منيو. واحد يقول لي يعني ايه ريدايركت للستارت منيو؟ انا ممكن الستارت منيو بتاعتي اكون عامل فيها اشكال وحركات، اول بروجرامز بتاعتي اللي جواها لما اروح اقعد على اي مكنه الاقي الحاجات بتاعتي. لا ممكن اعمل لماي دوكيمنتس، ممكن اعمل للبيكتشر، ممكن اعمل للميوزك، ممكن اعمل للفيديو، للفيفوريتس. لا ما هنشوف بقى. ها ركز معايا بس. حلو كده. فكده انا ما بحتاجش ان انا لما يجي اليوزر الويندوز بتاعه يبوظ ويقول لي فرمت، ما بحتاجش ان انا بقى ايه اقول له طب شيل لي كل حاجه من السي، اي حاجه محطوطه على الديسك توب شيلها لي، اي حاجه محطوطه على البتاع مش عارف ايه شيلها لي، اخش اخد البي اس تي فايل بتاعه اخش اخد منه باك اب. لا ما بحتاجش اعمل الكلام ده لان هو اصلا مش موجود لوكالي، امال موجود فين؟ ده موجود على السيرفر بتاعي. فازاي بقى تتعمل القصه دي؟ بص يا سيدي هنيجي هنا على ماي كمبيوتر، السي هنعمل فولدر ونشيره سمي يوزرز. ممكن دي تطلب منك في شغلك. ايه انا نسينا حاجه مهمه قوي، هو في يوزرز، عندنا يوزرز اصلا. ايه ماشي او يوزرز دوكس
دوكيومنتس مثلا. تعالى هنا كده وشيرها. بس لما نيجي نشيرها هنشيرها بالنيم بتاعها مفيش سبيس، علشان خاطر ايه؟ احنا المرة اللي فاتت عملت مشكلة. الشير لما بيكون فيه نيم سبيس، لما بيكون فيه سبيس في النيم بتعمل لك مشكلة لما تكون عايز ترمي عليه اي حاجة. فنشيرها احنا ايه كده بيرميشنز بقى هنشيل وندي ايه الدومين يوزرز والدومين ادمنز. دومين يوزرز ودومين يوزرز ودومين ادمنز الاثنين لازم ياخدوا فول كنترول. ركز معايا، الاثنين لازم ياخدوا ايه؟ فول كنترول. طبعا بقى تحط له عدد اليوزرز بقى اللي انت عايزها، وما تنساش ان انت تشغل الكاشنج علشان الناس اللي معاها لابتوبات. في السكيورتي هنا تيجي في ادفانسد اديت وتشيل الانهيرتابلز خالص، وتيجي هنا برضو تضيف للدومين يوزرز والدومين ادمنز. دومين ادمنز اديلهم فول كنترول بس ابلاي. اوكي تعالى بقى انت هنا بقى ضيف للدومين يوزرز. برضو الدومين يوزرز هنديهم فول كنترول. حلو كده. كل بقى اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نيجي هنا كده بقى على السيرفر ده، نفتح الكونسول بتاع جروب بوليسي، هنعمل ريدايركت لماي دوكيومنتس. لو عملت ريدايركت لماي دوكيومنتس هتلاقي الابلكيشن داتا والستارت منيو كل الحاجات دي جواها، صح؟ فانت تيجي تعمل ريدايركت لدي، اقف عليها كده وجيب البروبرتيز بتاعتها، هتبص لها هي نوت كونفيجرد. هتبص لها عندك اختيارين، حاجه اسمها بيزك وحاجه اسمها ادفانسد. تعالى نشوف البيزك. في البيزك انت هتعمل ريدايركت لافري وان على الفولدر بتاعه، بيقول لك ايه في الفولدر في السيم لوكيشن، صح؟ تبدا ان انت بيقول لك ايه كرييت ا فولدر فور ايتش يوزر اندر ذا روت باس. يعني معناها ايه؟ يعني معناها انت هتدي له الروت باس بتاعك اللي هو مثلا ايه السي او الاي او اليوزر دوكس اللي احنا عاملينه ده، خلاص، وهو كرييت لكل يوزر باس تحتيه. بص الاختيار ده، ريدايركت تو ذا فولوينج لوكيشن، كل الناس اللي في الاتش ار هتبقى في لوكيشن واحد، كل ماي دوكيمنت بتاعته متلخبطه على بعضيها، وده هبل. بيقول لك ايه ريدايركت تو ذا لوكال يوزر بروفايل لوكيشن. عارف يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان الماي دوكيمنت بتاعته دي هتفضل في اللوكيشن ده، ما هو اللوكال لوكيشن، فكده هبل برضو، صح؟ فهو افضل اختيار ان انت تقول له ايه كرييت لليوزر اندر ايه ذا روت باس، كل يوزر يجي لك اعمل له كرييت للايه تحت الروت باس بتاعه. طب في ادفانسد، في ادفانسد هتعملها از جروب. يعني ايه از جروب؟ يعني تقول له الجروب الفلاني اللي اسمه اتش ار حطه في الباص الفلاني، والجروب اللي اسمه اي تي حطه في الباص الفلاني. ايه ينفع؟ احنا طبعا هنخليها بيزك، ده اللي انا بحبه، يعني خليها بيزك وتقول له كرييت ا فولدر فور اتش يوزر اندر ذا باس جراوند وتدي له الباس جراوند. ايه لا 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 الديفولت بتاعه ان هو نوت كونفيجرد. لا لا الديفولت بيزك. اه وده الصح. تقول له بقى براوز وتجيب له الباص بتاعه اوفر النتورك، ما تجيبوش من السي، تجيبوا له ايه اوفر النتورك. استنى بس كده، ماشي ممكن تكتبه، بس هو في مشكله في الويندوز سيرفر 2008
ان في حته اسمها اللي هو الديسكفري دي، لازم تتفتح. خلص عشان تبين لك كل الاجهزه اللي معاك في النتورك. تفتح، هي بتبقى مفتوحه بتبقى مقفوله، انت تفتحها تقول له ابلاي اوكي. اللي بتقفله الفاير وول. طبعا هي يعني بتبقى بتقلل طبعا وبتبطئ الشبكه، بس يعني بتريحك في حاجات كتير. حلو كده. يوزر دوك ساوند هو حتى بص بيديك مثال اهو، بعد ما انا عملته قال لك ايه، لو عندك يوزر اسمه كلير هنكريت لك يوزر بالنيم بتاعه اسمه كلير تحت ماي دوك، قول له بقى ابلاي اوكي. طبعا طلع لك الرساله اللي طلعها دي بيقول لك ايه، دي شغاله على الاكس بي وال2003 وال2008. وخلي بالك بقى الاول، بس قول له اوكي. لازم بقى ولابد ان احنا نعمل ريستارت للجهاز ده. نعمل ريستارت عشان لما اليوزر يقوم يشوف الباص بتاع ماي دوكمنت بتاعه الجديد. لما الجهاز يقوم قصدي، مش اليوزر. لا تعالوا بقى كده، لما نخش بقى كده باليوزر باسورد كده، ممكن تكون لسه ما سمعتش يعني كده، لسه ما سمعتش، فاهم؟ طيب ممكن انتوا عشان ننجز بس، ممكن ايه، ممكن تديله في كوماند بيرفرش البوليسي اسمه جي بي ابديت سلاش فورس. لا احنا عملنا عكس. ريفرش بس البوليسي عشان خاطر يحس بيها. هو هيقول لك اعمل لوج اوف، قول له يس علشان خاطر تسمع فيه الليله الجديده يعني. لا هي بتاخد لها، طب في الريال لايف برضه لازم الكلام ده؟ لا في الريال، في الريال لايف بيحس بيها على طول. بص ايوه يا عم، هو مش جوين الدومين.
تعالى بس نرستارت الجهاز تاني كده، تعالى نشوفها كده تطبق على 7 تايب. الراجل ده اصلا شايف السيرفر. فاير وول بس شغال عليه، نعمل بس لوج اوف ونخش بالادمنستريتور. دلوقتي هناخدها. طيب على بال ما يقوم الجهاز ده، على بال ما يقوم ممكن ناخد حاجة تانية كده بسريعا برضه. لو جيت هنا في فوق الحتة اللي هي بتاعت فولدر ريدايركشن، هتبص تلاقي هنا في سكيورتي سيتنج هتلاقي عندك حاجة اسمها سوفت وير ريستريكشن بوليسيز. معناها ايه بقى؟ ان انا ممكن سوفت وير معين، على سبيل المثال مثلا الجيمز اللي بتبقى موجوده في ماي كمبيوتر، الجيمز او اي سوفت وير، اي باص محطوط السوفت وير بتاعه تحت نسخه الويندوز وبيرمي تحت سيستم 32،
ممكن ان انا اقفله، ممكن ان انا اعمل فيه ايه؟ اقفله. يعني اليوزر دلوقتي لما يجي يفتح كده بيلاقي جيمز، انا مش عايز الناس تلعب بالجيمز دي فاقفلها، فاهم؟ اليوزر بيلاقي السيم دي، هو انا قفلت له الران او عملت ريموف للران، بس هو ممكن يعمل شورت كات للسيم دي، صح؟ لا انا مش عايزه يفتح السيم دي. لا هو كده في مشكلة في ال، بس كده السيفن، بس نقفل من عليه الفاير وول. بس كده بقى تطبق ولا لا؟ طيب فانت هنا في سوفت وير لما بتيجي تقف عليها كده تقول له انا عايز اعمل لك ايه، نيو سوفت وير ريستريكشن بوليسز، ماشي؟ هبص تلاقيه مطلع لك هنا حاجه اسمها ليفل سكيورتي وحاجه اسمها اديشنال رولز. شايف في اديشنال رولز دي تدي له الباس بتاع اي حاجه حضرتك عايز تعملها، يعني تقف هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو باس رول. ايه بقى الباص ده؟ تبراوز وتجيب له اي باص انت عايزه من جوه، اللي تحت سيستم 32. بس لا ممكن تدي له الباص بتاع الاي اكس اي ويقفلها عادي خالص، فاهم؟ بس تدي له الباص بتاعه. تدي له الباص بتاعه منين؟ هتديله من الفولدر اللي اسمه بروجرامز اند فايلز. لا على المكنه بتاعتك، وهو هيشوف الباص بتاع. يعني انا عايز اقفل السيم دي على سبيل المثال. بص اليوزر ده دلوقتي لو دخل هنا كده اللي اسمه احمد علي اهو، بص ممكن يكتب سيم دي فتتفتح له، صح؟ ممكن يجي هنا كده ويكتب له كالك فيفتح له الكالكوليتر، صح؟ كل الكلام ده موجود تحت سيستم 32. انا عايز اقفلها، بتدي له الباص بتاعه اهو. اهو بص قول له برسنتج وين داير برسنتج، هو تحت الويندوز بيبقى فيه الحته اللي اسمها بروجرامز اند فايلز. بتقول ايه يا محمد؟ قول له باك سلاش سيستم 32 او بروجرامز فايلز زي ما انت عايز. باك سلاش مثلا سي ام دي دوت exe، وتختار اي اختيار بقى. لو قلت له بيزك يوزرز معناه ان دي شغاله، حسب اليوزر ده شغاله عنده ولا مش شغاله. حسب بقى هو هي اصلا بتطلع لليوزر الاوبشن ده ولا ما بيطلعلوش. لو بيطلع له خلاص تبقى شغاله، ما بيطلعلوش تبقى مش هتطلع له، اللي هو انت سايبها بالديفولت بتاعت اليوزر. unrestricted معناها ايه؟ ان هي تبقى شغاله، الباص ده شغال للناس. ديس الاود معناها ايه؟ مقفوله. وتدي له ديسكريبشن معين، تقول له ابلاي اوكي. ايه يعني بيزك يوزرز؟ يعني اليوزر ده مثلا انا اديته باص ان انا مثلا ما يشوفش الساعه، فاهم؟ فقلت له بيزك يوزرز. لا الاو يو يا جدعان على الاو يو، فاخترتها قلت له بيزك يوزرز،
فمعناها ايه؟ معناها هو الليميتد يوزر يقدر يغير في الساعه؟ لا ما يقدرش. خلاص يبقى مش هيقدر يغير. ادمنستريتور يقدر يغير في الساعه؟ اه يبقى يغير. الديفولت انت ليك برميشن ان انت تغير تغير، مالكش برميشن ما تغيرش. فدي اسمها بيزك يوزرز. حلو كده. انما لما بتيجي هنا تقول له ايه انريستريكتد يبقى شغاله مع كله. بتقول ايه؟ يا عم انا ما انا الجروب بوليسي على الاو يو اللي اسمها اتش ار. فكده اليوزر ده ما يقدرش يستخدم السي ام دي. فتعالى كده اعمل لوج اوف. ليه كده يا ابني؟ كل ما نطبق حاجه مش شايف حاجه. ده انا مسيطك اهو. بص بقى دلوقتي لو جه يفتح كده الران سي ام دي مالكش، يجي يفتح دي مالكش برميشن. انما يقدر يفتح كالكوليتر ولا ما يقدرش؟ يقدر صح. طب تعالى نقفلها له كمان. برسنتج وين داير برسنتج سيستم 62 سلاش كالك دوت اي اكس. كده هو بيفتح صح. مجرد بقى يعمل لوج اوف. بص طبقت اهي. ركز معايا يا رجاله. ماي دوكيمنت بتاعت الراجل ده بقت فين؟ اتحولت. بص بقى دلوقتي هو لو جه يفتح كده ماي كمبيوتر يفتح السي. ما تقدرش تفتح السي. شايف؟ بس لو جيت بقى افتح ماي دوكيمنت يفتح. ميوزك يفتح. بيكتشر يفتح. فيديوز يفتح. ديسكتوب يفتح. داونلودز ما يقدرش. ليه؟ لانها مش معمول لها ريدايركت وهي مش تحت ماي دوكيمنت. بتقول ايه يا احمد؟ دلوقتي اليوزر هو شغال بيحط الحاجه في المبنى تورك ولا بيحطها في الدوكيمنت؟ ايه؟ اليوزر هو شغال تمام؟ بيكون الكنترول بتاعه على برنامج نتورك درايفر عشان يفكر. ايه لازم ده الماي دوكيمنت؟ يا عم ماشي. ماي دوكيمنت دي اللي هي اللي هو اللي يقدر يخش عليها من السي اللي هي بتبقى تحت منها الديسك توب والكلام ده. هخليها له يشوفها بقى يشوفها جوه الهوم فولدر بتاعه اللي معمول له مبنى تورك درايف. ما هو من غير ما انا ما اعمل لها ريدايركت هو ما يقدرش يحط عليها حاجه. ما ده افضل ماشي. طب لا بس ماي دوكيمنت بتاعت الناس. الموضوع متداخل عندي يعني. انا مش هنشوفه الماي دوكيمنت خالص. هنعمل له مبنى تورك درايف واحده بتاعت الهوم وواحده بتاعته. هو يفتح بتاعته ويحط فيها الشغل خلاص كده. حلو. اليوزر دلوقتي داخل بيعمل براوزنج على على موقع معين خلاص. حب ان هو يخليه في الفيفوريت بتاعته مش هيعرف. هقول له نوت الاوت. ليه؟ لان الفيفوريت دي تحت دوكيمنت. يبقى كده احنا هنخلي الماي دوكيمنت تبع المجنتور بس جوه الهوم فولدر. بص بقى دلوقتي اليوزر ده لو انت جيت دلوقتي كده هنا على السي يوزر دوكس ايه اللي حصل؟ لوحده كاريت لوحده فولدر سماه ايه؟ ايه علي صح؟ باسم اليوزر بتاعه. بص دخل كده هيلاقي ماي دوكيمنت بتاعته. تيجي بقى انت تخش كده كادمنستريتور قال لك ايه؟ قال لك انت مالكش بيرميشن. ايه ده ازاي؟
مع ان حضرتك على الفولدر اللي بره ده في السكيورتي واخد كادمنستريتور واخد فول كنترول، وفي الشيرنج واخد فول كنترول، صح؟ اه ما تقدرش تخش طبعا. اه عشان انت مش احمد علي، عشان انت مش احمد علي فاهم، فما تقدرش ان انت تخش جوه ماي دوكيمنت بتاعت اليوزر ولا تقدر تفتح اوبن، ما تقدرش تقول له كونكت، مالكش بيرميشنز فاهم. وكذلك دلوقتي لو حطينا يوزر جوه الاو يو اللي اسمها اتش ار، عندنا مين مثلا؟ هات مثلا هات محمود مثلا، يلا يا عم نقلت نفسي اتش ار معاك اهو. بص دلوقتي لو عملت لوج اوف وده السبب ان احمد علي هو الرونر بتاع الفولدر عشان ما يقدرش يخش. فهمنا طيب بس الحته على بال ما يفتح اليوزر ده، احنا بس تدخلت مع بعضيها يعني، فهمت يعني ايه نيو باس رول؟ في عندك بقى حاجه اسمها نيو هاش رول. ايه بقى نيو هاش رول دي؟ فاكرين انتوا هنا السكريبت اللي كنت بعمله؟ مش كنت لازم السكريبت علشان اعمله اجي هنا كده واقول له شو فايلز واحط السكريبت هنا وبعدين اجي هنا ابراوز واجيبه؟ انا ممكن اعمل سكريبت، بس السكريبت ده بدل ما اعمل له رن، ركز معايا، بدل ما اعمل رن للسكريبت واقومه في اللوج اوف واللوج اون، لا ده انا بعمل سكريبت علشان اقفل بيه حاجه. هو ده يعني؟ اه يعني بص انا دلوقتي ركز معايا اهو، بص هعمل سكريبت دلوقتي بيرن الكالكوليتور على كل الناس في وقت واحد مثلا؟ اول ما تعمل لوج اوف ولوج اون، تعمل لوج اون تلاقي الكالكوليتر معمول كالك دوت بات. كالك دوت اي اكس اي ايه؟ ايوه ما انا عارف، شيل بس التشيك بوكس ده. ده الامر ده بيظهر ايه؟ بيظهر الكالكوليتر، صح؟ تمام. بس طبعا تعالوا دلوقتي كده بس نخش بايه علي عشان احنا قافلين له الكالكوليتر، نشوفها بتاعت الهاش رول وبعدين افهمها لكم دي. بص احمد دلوقتي كده الباص بتاعه لسه هنا ما سمعش، اول مره الاكس بي هيس وال7 ما دلوقتي، هو ما يقدرش يفتح الكالكوليتور صح؟ لان انا هنا عامل له بوليسي بتقول ان الكالكوليتور تبقى مقفوله صح؟ تعالى بقى نرموف دي ونيجي نرمي له باتش يران الكالكوليتور كل ما يعمل لوج اوف ولوج اون. ادي في سكريبت لوج اون شو فايلز، ارمي ده دلوقتي. الراجل ده لما يعمل لوج اوف ولوج اون المفترض الاله الحاسبه تظهر له. تاني يوزر فقري صح؟ اهي الآلة الحاسبة ظهرت اهي، تمام كده؟
انت بقى هنا شوف انت عملتها رول، ممكن تيجي هنا طبعا لو انت عملتها جيت هنا كده وقلت له انا عايز اعمل لك نيو باس رول وعملت له الاله الحاسبه كده بوليسي عكسيه صح، فايه اللي هيحصل؟ هيطلع الايرور لليوزر، هتيجي تران الاله الحاسبه هتلاقي الايرور طالع له. انت ممكن بقى تعمل ايه؟ تيجي هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو هاش رول. الهاش رول دي بقى بتعمل ايه؟ بتبراوز تبص تلاقي السكريبت اللي انت رميه. فزي ما بقول لك السكريبت ده انا ممكن ارميه واجي هنا كده واقول له انا عايز اعمل لك نيو هاش رول، فيجيب لك الكالكوليتر بتاعتي تقول له ديس الاود. فممكن بدل ما تديله الباص تعملها له از باتش. واصله ولا مش واصله؟ بص يعني انا هنا كده بقول له نيو باس رول واقفلها له ديس الاود صح؟ لا انا ممكن اشاور على باتش انا رميه واعمل لها ديس الاود برضو. اه ايه هتفتح من قائمه ستارت هتفتح معاه، بس ما انا بديك مثال بس بالاله الحاسبه، انما انت ممكن تدي له حاجه تانية امر تنفيذي لحاجه تانية. ايوه انا بديك طريقه تانية طريقه تانية. اه بس وصلت ولا مفهومه؟ طيب بص بقى ركز معايا دلوقتي محمود، دلوقتي احنا عملنا لوجن بيوزر تاني، لو جينا هنا كده على ماي دوكمنت بتاعت محمود بقت فين؟ يبقى اكيد هلاقي المحمود دلوقتي فولدر موجود عندي. يعني لو جيت فتحت دلوقتي ماي كمبيوتر يوزر دوكس لقيت اهو ام سرحان، وتلاقي ماي دوكمنت بتاعته. فاهم؟ ركز بقى معايا في الحته دي قوي قوي قوي. لما تيجي هنا بقى وتقف هنا كده وتجيب البروبرتس، انا عايز الغي البوليسي، عايز اعمل ايه؟ عايز الغي البوليسي، هقول له نوت كونفيجرد. المشكله دلوقتي ان انا لو قلت له على البوليسي دي نوت كونفيجرد قلت له ابلاي اوكي كده البوليسي اختفت صح؟ عمره في حياته ما هتيجي هنا كده ويرجع لك الباص بتاعك تحت ماي دوكمنت بتاعته السي ده، انت لازم ترجع وتقول له ايه سيت سيف لوكيشن وتغير له اللوكيشن بتاعها تحت السي مانيوال لازم. فاهم؟ الا اذا انت جيت هنا كده وجبت البروبرتس بتاعتك سيتنج. بص بقى لما تعالى نقول له بيزك يوزر، تعالى نبراوز وتعالى نجيب المكان بتاعها تاني والله اوكي. بص في سيتنج بقى هتقول له ايه بقى لو البوليسي حصل لها ريموف اعمل ايه؟ ها اعمل ايه انا بقى؟ ريدايركت الفولدر باك to the A to the local user profile location. السؤال لو اليوزر بتاعته في حاجة كتير طبقت عليه البوليسي هتتكبر كلها على السيرفر عادي. اه ترجع تاني. اما انا دلوقتي اصلا اي حاجة انا بعملها، بص لو قلت له مثلا ايه redirect back to local، طبعا بص انت هنا بتقول له ايه leave the folder in the new location when policies is removed، يعني سيبها برضو بترمي على ماي دوكمنت اللي هناك. فاهم؟ واحنا نسينا نعلم على التشيك بوكس ده also apply الريدايركت بوليسي لل2000 وال2003 عشان كده الاكس بي ما كانش بيشتغل معانا. اه نتعلم على التشيك بوكس ده يشتغل معانا المفترض. حلو كده. فانت تقول له ايه ريدايركت للفولوينج لوكيشن تاني، ارجع تاني بص ايه سيبها تفضل على مكانها. تعال بقى نقول له كده ابلاي اوكي. بص مفترض دلوقتي لما اعمل لوج اوف اعمل له ريستارت البتاع ده بس اشتغل. بس
فهمنا السيتنج دي؟ طيب على بال ما يقوم البتاع ده، تخيل ان انا جيت هنا في ماي دوكيمنت مثلا ورحت مكريت فولدر نسميه محمود داتا، حتى احنا سبناها في الايه في الشيرنج عشان اشرحها لك هنا. انا كراجل ادمنستريتور دلوقتي قاعد على الجهاز، عايز اعرف الراجل ده حاطط ايه ماي دوكيمنت فيه، يوزرز محمود دوكيمنت، مش قادر اخش صح، كونتينيو مش قادر صح. تيجي توقف عليها هنا كده وتجيب البروبرتس بتاعتها في سيكيورتي هنا كونتينيو، هتبص تلاقي جايب لك ايه، بيقول لك الاونر بتاعها مش معروف صح كده، اقول له انا عايز ريبليس الاونر بالادمنستريتور. بقى مين الاونر دلوقتي؟ لاي اوكي محمود داتا. فالادمنستريتور ما يصعبش عليه حاجه، الادمنستريتور بتيجي تقف عليها كده، وممكن طريقه ثانيه براوز كده هات كده سيكيورتي ادفانسد، هتلاقي اونر تقول له انا عايز اديت، وتقول له انا عايز ابقى انا الاونر فاهم. بعد بقى ما شفت الفولدر وكده والقصه دي ها قول له بقى ايه، لا انا عايز الاونر محمود. محمود ما يعرفش اكسس بقى الفولدر، فانا ايه ارجع محمود يبقى هو الاونر. ابلاي اوكي. بص بقى لما اجي دلوقتي اكسسه بقى انا براحتي، ومحمود في نفس الوقت يقدر ياكسس الفولدر بتاعه. راح فين الفولدر؟ واحنا دلتنا ولا ايه؟ لا يا عم لسه مشاور اهو، ما علينا يعني. ها تعالى بس نشوفها كده اتطبقت في الاكس بي. كده اتطبقت على الاكس بي، طالما قال لك ابلاي بيرسونال سيتنجز يبقى كده اتطبقت، لانه عارف بيعمل ايه في ابلاي بيرسونال سيتنجز دي، بيرفع الحاجات على السيرفر. فهمت القصه بتاعت الريدايركشن دي؟ انا بس عايز الاول بس اوريكم حاجه. بص بقى دلوقتي كده ايه اللي حصل، ماي دوكيمنت بقت فين؟ على الدي سي صح. اقدر اغير والعب فيها وارجعها؟ ما ينفعش صح. طب تعالى كده نشوف، لو انا قلت له في الريدايركت هنا، جيت هنا كده على ماي دوكيمنت جبت البروبرتس بتاعتي سيتنج، وقلت له ليف الفولدر، قلت له ابلاي، وجيت هنا كده وعملت نوت كونفيجرد للبوليسي ابلاي اوكي. بص المفترض دلوقتي لما اجي اعمل لوج اوف ولوج اون، تعرف الاوف لاين بتشتغل اوتوماتيك، اوف لاين هتشتغل اوتوماتيك. اعمل ريستارت للجهاز. انا بس عايز اوريك ان هو هيفتحها لي وهيسيب لي اللوكيشن بتاعي زي ما هو. هتشوف بس استنى لما يقوم.
بص دلوقتي لما اجي هنا كده اجيب ماي دوكيمنت بروبرتس، اللوكيشن بتاعي فين؟ على الدي سي زي ما هو صح، بس فتح لي اللي تحت. لابد بقى ان حضرتك تخش مانوال بايديك وتقول له ايه ريستور للديفولت، فيرجعه لك في السي تحت دوكيمنت. فهمت معايا يا محمد؟ ايوه عشان اوريها لك ان هي ترجع بايدي. انت فاهم؟ واحده ترجع كامله. اه حلو كده، وارجع انا مانوال بايديا. انما انا بقى لو انا كنت هنا جاي كده وجيت هنا وقلت له رجعها لي بقى للفولدر، ما كنتش احتجت بقى ان انا اجي اعمل له ايه ريستور للديفولت، ده هو اوتوماتيك اول ما يلاقي البوليسي اتلغت هيقوم رجعها لي في السي. وصلت؟ تمام ولا ايه؟ دي قصه الريدايركت وقصه الاديشنال رولز. طبعا الريدايركت اقدر اعمل ريدايركت لحاجات كتير. حاجه تانيه الانترنت اكسبلورر، افرض ان انا عايز الناس دلوقتي الديفولت بتاع الاكسبلورر هنا ان بيرمي على مايكروسوفت صح؟ ممكن يوزر يجي دلوقتي يجيب تولز انترنت اوبشنز ده الليميتد يوزر يقدر يعمل الكلام ده، يجي هنا مثلا يخليها بالشكل ده ان هي تبقى ما بترميش على اي حاجه صح؟ ممكن يجي يقول لك لا دي انا عايزها ترمي على جوجل. فكل ما يجي يفتح ترمي له على ايه؟ على جوجل صح كده؟ جوجل ايه؟ انا عايز الناس كل يوم الصبح اي واحد يفتح الاكسبلولر ها يرمي له على صفحه الشركه الله يفتح عليك. فتيجي هنا كده في امبورت يو ار ال وتقول له الهوم فولدر بتاع الناس www.ccg.com. HTTP حلو كده. ها ما انت بتقول له الناس تفتح على ايه؟ CCG.com اللي هو الشركه بتاعت. اقفل بقى كده. ايه اللي حصل؟ بيرمي على ايه؟ فانت اي حاجه تخطر على بالك عايز تعملها بجروب باستخدام الجروب بوليسي على اليوزرز تقدر ان انت تعملها. هو ده بقى اللي بيسموه السنترلايز ادمنستريشن، اطبق البوليسي هنا تطبق على كل الناس اللي موجوده في القيود. طبعا في شويه حاجات لسه هناخدها مع بعض قدام، ففي شويه حاجات لسه هنتكلم عنها قدام شويه. يعني احنا اتفقنا مع بعض ان البوليسز مش هتخلص معانا، ده كل اللي جاي في بوليسي، كل اللي جاي في بوليسي. فدي اغلب الحاجات اللي ممكن حضرتك تستخدمها في الحته بتاعه اليوزر كونفيجريشن. سهله ولا صعبه؟ لكم سؤال فيها؟ الايه يا باشا؟ لا دي قصص لسه تانية لما تاخد التيم جي هنا برضو كونكشنز كده. يعني مثلا على سبيل المثال اديك مثال تاني، مثلا بص انا هنا عايز الناس كلها لما تيجي في كونكشنز هنا لان سيتنج
بيبقى عندي حاجه اسمها الايزا او التيم جي اللي بيطلع لي انترنت. خلاص فلازم ادي لليوزر هنا حاجه اسمها الويب بروكسي. مش عايز بس اقول لك كلام معقد يعني، حلو كده. فانت هنا ال ال الكلام ده اللي بيطلعك انترنت بيبقى مثلا بتديله الاي بي بتاع التيم جي او الاي بي بتاع الايزا، تقول له 1.1، وبيبقى على حاجه اسمها بورت 8080. فانت ممكن تعملها عن طريق جروب بوليسي، ان انت تيجي هنا كده وتقول له بروكسي سيتنج، وتديله الاي بي 192.168.1 مثلا 1، وتقول له على بورت 8080، فتطبق على الناس كلها مره واحده. او تيجي هنا كده وفي الحته بتاعت كونكشن سيتنج وتقول له انا عايزه امبورت الكونكشن سيتنج دي، فيفتح لك الحته دي. شايف الحته دي؟ هي زي دي. فتبدا ان انت ايه تحط له الكلام ده. زودش عشان ما تحققش بس. مش ما انا بقول لك في حاجات قدام انا اخدها لسه، لما تاخد تيم جي او تاخد ايزا ان شاء الله هنتكلم في الكلام ده، فعشان كده البوليسي مش هتتشرح كلها. فاهمين لغايه دلوقتي؟ يا عم اصبر خلينيش اقوم اضربها. دي جت من هنا والله، انا موصل طيب. بس مش اكتر. فهمت ولا صعبه؟ هو احنا لسه خلصنا الجروب بوليس يا رجاله؟ الفيديو بيسجل. بيسجل والله. طب انت وهم مصطفى يعني ثلاثي اضواء المسرح، هتبقى انت كمان معاهم معايا كده سهله. فدي كده اهم الحاجات اللي اتفقنا مع بعض عليها في الحته اللي اسمها يوزر كونفيجريشن. لكم سؤال فيها؟ طيب تعالوا بقى ننتقل للكلام عن الكمبيوتر كونفيجريشن. هنحاول نخلص معظم الحاجات برضو في الكمبيوتر كونفيجريشن، علشان المره الجايه لسه الجروب بوليسي ممتده معانا، بس هنتكلم عن السيتنج بتاعت البوليسي. علشان حضرتك تطبق حاجه على الكمبيوتر كونفيجريشن، لابد ان الكمبيوتر بتاعي يكون موجود في الاو يو اللي حضرتك عايز تطبق عليها. لان باي ديفولت اي كمبيوتر بعمل له جوين للدومين بينزل تحت الحته اللي اسمها ايه كونتينرز، والكونتينر باي ديفولت ما بيتطبقش عليه بوليسي الا اذا طبقت البوليسي على مستوى الدومين، فهيخضع عليها كل الناس بما فيها الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز. بس انا عايز الكمبيوتر بتاع الاتش ار يبقى غير الكمبيوتر بتاع السيلز، يبقى غير الكمبيوتر بتاع الماركتنج، يبقى غير الكمبيوتر بتاع الاي تي وهكذا. فقال لك طيب اسلم طريقه ان احنا نيجي هنا كده ونيجي هنا ونعمل بوليسي، نعمل او يو جديده ونسمي الاو يو بتاعتنا دي كمبيوترز او يوزرز. حلو كده. ونيجي في الاتش ار ناخد الاثنين دول ونقول لهم موف لليوزرز، وتعمل او يو ثانيه وتسميها كمبيوترز، صح كده؟ وتاخد الكمبيوترز دول كده وتنقلهم هنا. فلما تيجي تطبق بوليسي وانت عايز تطبق على اليوزرز، لما تيجي بقى جوه الجروب بوليسي مانجمنت، اقفل ده، افتح الكونسول، هتبص تلاقي جوه الاتش ار في حاجه اسمها كمبيوترز ويوزرز. طبق البوليسي على مستوى الكمبيوترز او طبق البوليسي على مستوى اليوزرز. تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل لك نيو بوليسي، فتطبق على اليوزرز، نيو بوليسي على الكمبيوترز وهكذا. او ممكن بقى تعملها مره واحده من هنا، بس انت تبقى عاملها تقسيمه ليك بتورجنايز الشكل. فتعالوا بقى نشوف ايه اللي جوه اليوزر او اللي جوه الكمبيوتر كونفيجريشن. صراحه البوليسز اللي جوه الكمبيوتر كونفيجريشن احنا هناخد منها شويه النهارده، خلاص، وعلى مدار الكورسات
هتاخد منها كتير، لان احنا اتفقنا البوليسي ماشية معانا على طول. فانا هقولك اهم الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها في شغلك. لو انت دخلت هنا كده في كمبيوتر كونفيجريشن هتلاقي برضو حاجة اسمها سوفت وير سيتنج. جوه سوفت وير سيتنج هتلاقي السوفت وير انستليشن، ان انا اقدر ديبلوي سوفت وير بس عن طريق كمبيوتر مش عن طريق اليوزرز. طب تفرق ايه دي عن دي؟ تفرق حاجة كبيرة جدا. على مستوى اليوزر لما بطبق سوفت وير على مستوى اليوزر، وليكن مثلا انستول للاوفيس، اليوزر لما يقعد على اي جهاز معلوش اوفيس يلاقي الاوفيس نازل. لما اعملها على مستوى الكمبيوتر ده بتتسطب على الكمبيوتر ايا كان اليوزر اللي هيقعد عليها. وصلت؟ يبقى على مستوى اليوزر، اليوزر لا يعني انا جهاز بتاعي ده معلوش اوفيس، فانت مش معمول لك بوليسي مثلا، مصطفى مش معمول له بوليسي ان هو يشوف الاوفيس. فلو مصطفى قاعد على الجهاز ده ودخل عليه مش هيلاقي الاوفيس. انا معمول لي بوليسي ان انا اشوف الاوفيس في الاويو بتاعتي، لو انا دخلت عملت لوجن على الجهاز ده هلاقي الاوفيس، اشتغل عليه واظبط الدنيا، اقوم واعمل لوج اوف يخش محمد ما يلاقيش الاوفيس. ده لما تكون معمول على مستوى اليوزر. لما تكون معمول على مستوى الكمبيوتر لا، ده الوضع مختلف، ده هو متسطب على المكنة دي، قاعد بقى محمد قاعد زيد قاعد عبيد هيلاقي الاوفيس. هتلاقي عندك بعد كده ويندوز سيتنج، وعندك بعد كده حاجة اسمها الادمينستريتيف تيمبلتس. خلي بالك بقى على مستوى اليوزر كنا بنضطر عشان البوليسي تتطبق عليه اضطر اعمل لوج اوف ولوج اون، صح؟ على مستوى الكمبيوتر علشان البوليسي تطبق عليه بتبقى ايه؟ لازم اعمل له ريستارت. على مستوى اليوزر كنت بقول لك ثلاث مصطلحات مهمين، ريموف هايد بريفنت، صح؟ على مستوى الكمبيوتر مفيش الكلام ده، امال فيه ايه؟ على مستوى الكمبيوتر الراجل بيشوف الحاجه قدامه، الراجل بيشوف الحاجه قدامه خلاص، بس بيلاقيها دمت مقفوله ما يقدرش يعدل فيها. على مستوى اليوزر خلي بالك دي كل دي مقارنه ولازم تبقى فاهم الكلام ده. على مستوى اليوزر، اليوزر اللي في الاتش في الاو يو اللي اسمها اتش ار لما بطبق عليه بوليسي وليكن ريموف الران، لما يروح يقعد على اي جهاز موجود في النتورك عندي بيلاقي الران مش موجوده، صح؟ على مستوى الكمبيوتر لما بطبق عليه بوليسي اي يوزر بيقعد على الكمبيوتر ده البوليسي بتمشي وراه حتى وان كان الادمنستريتور. يعني لو عملت ريموف ران عن طريق الكمبيوتر طبعا مفيش ريموف ران عن طريق الكمبيوتر، عملت اي بوليسي عن طريق الكمبيوتر خلاص، لو قعد ادمنستريتور يلاقيها دمت مقفوله ما يقدرش يعدل فيها. طب تعالى كده نشوف، تعالى نخش جوه الادمنستريتيف تمبلتس. اول حاجه اللي الناس هيحان عليها تعالى نديها له، ان انت تقفل لا ما فيش حاجه اسمها بت اوفر رايت، بتطبق عليه الاثنين. ما هو ما فيش الران دي، الران دي بتبقى على مستوى اليوزرز. اي حاجه ثانيه مثلا جيمز مثلا اي حاجه حاجه متعارضه، يعني حاجه متعارضه مع حاجه، صح؟ اللي بي اوفر رايد لا، من جوه الجروب بوليسي انا اللي بحدد له. في حاجه اسمها لوب باك بروسيس هتاخدها في كورس الاكتف الكلام ده، في حاجه اسمها لوب باك بروسيس، وفي حاجه اسمها في اللوب باك بروسيس دي جواها حاجه اسمها ريبليس وحاجه اسمها ميرج. ريبليس وميرج، لو اخترت ريبليس انا اشرحها لك وهتشوفها العملي بتاعي في كورس الاكتف عشان طويله. يعني لو قلت له ريبليس يبقى انا بختار اللي تتطبق على اليوزر الكمبيوتر ولا اليوزر، لو قلت له ميرج الاثنين تتطبق عليه الاثنين. معايا كده؟ طيب تعالى كده في نتورك، لو دخلت جوه في نتورك، لو دخلت جوه نتورك
انا عايز اقفل الفاير وول على كل الاجهزه. حلو، اخش جوه نتورك، نتورك كونكشنز، ويندوز فاير وول، دومين بروفايل او ستاندرد بروفايل في اي واحد. ها لو دخلت جواها كده في الدومين بروفايل هتلاقي بيقول لك ايه، بروتكت اول نتورك كونكشنز. عارف يعني ايه بروتكت؟ يعني احمي، احمي كل النتورك كونكشنز. معناها يعني ايه احمي؟ يعني شغل عليها الفاير وول. تعالى بقى كده خش على الاكس بي وهدخلك بالادمنستريتور بتاع الدومين. اتفقنا مع بعض البوليسي اللي بتطبق على مستوى الكمبيوتر بتقفلها صح؟ مش ده الانتربرايز ادمن ادمنستريتور بتاع الدومين صح؟ انا يا عم جيت هنا كده على كارت النتورك بتاعي، جبت ادفانسد سيتنج وقلت له انا عايز اشغل البوليسي دي. حد اللي عندي حاجه؟ شغلت القفل اهو. هاجي بقى هنا كده واقول له ايه، بروتكت اول نتورك كونكشنز، اقول له بقى ايه، انيبلد ديسيبلد. ها بيقول لك خلي بالك دي مش هتشتغل غير على اكس بي سيرفيس باك 2. يعني لو الاكس بي بتاعي سيرفيس باك 1 مش هتطبق عليه، لو الاكس بي بتاعي من غير سيرفيس باك مش هتطبق عليه. يبقى البدايه بتاعتها اكس بي سيرفيس باك 2. طب انا الاكس بي ده بتاعي ايه؟ هو بتاعي ده سيرفيس باك 2. حلو كده. وتعالى نعمل ريستارت للجهاز ده. بص انا قبل ما نعمل ريستارت انا ايه اللي حصل، انا مشغل القفل اهو. تشغلها خلي بالك بقى، انا راجل ادمنستريتور ومش موجود في الاو يو دي اللي اسمها اتش ار صح، بس الكمبيوتر هو اللي موجود. هي دي المشكله، فالبوليسي متطبقه على الكمبيوتر مش متطبقه عليا انا كيوزر. يعني في الاتش ار هنا البوليسي دي متطبقة على الكمبيوتر مش متطبقة على اليوزر. هنخش كده ادمنستريتور. اذا القفل اتشال، طب انا لا انا مش عاجبني ان القفل اتشال، انا عايز اغيره وانا داخل ادمنستريتور، عايز ارجعه تاني. ادفانسد سيتنج بقت ايه؟ ديمت، ما اقدرش اعدل فيها. شايف ايه؟ خلاص بقى ما اقدرش بقى، انا لازم اديليت البوليسي. طب حاجه تانية، شايف مثلا هنا انا بحتاج ان انا اخش بسيرفيس اسمها ريموت ديسكتوب. ريموت ديسكتوب دي هنتكلم عنها قدام شويه، يعني كمان مرتين او ثلاث مرات يعني ان شاء الله معانا في الكورس ده. لو جيت هنا كده في ادفانس في ريموت هتبص تلاقي الريموت ديسكتوب اللي احنا اتفقنا عليها ان احنا عملناها من الريجستري صح؟ لا انا عايز اعملها بالجروب بوليسي. هي باي ديفولت بتبقى ديسيبل، باي ديفولت بتبقى ايه؟ ديسيبل. فاهم؟ انا عايز اخليها انيبل. عاملها ازاي دي؟ لحظه واحده كده بس. فدلوقتي انا عايز اقفل ايه؟ اقفل الحته بتاعت الريموت ديسكتوب دي اخليها مفتوحه على كل الاجهزه. الحته بتاعت الريموت ديسكتوب دي اخليها مفتوحه على كل الاجهزه. بس خلي بالك احنا اتفقنا مع بعض ان الريموت ديسكتوب دي لما بتكون شغاله، الريموت السيرفيس اللي اسمها ريموت ديسكتوب دي لما بتكون شغاله ما بتشتغلش مع الاوف لاين. يعني هي تشتغل يا الاوف لاين تشتغل على السيرفر 2003 معايا، زي كده الفاست يوزر سويتشنج لما بنكون شغالين في الـ في الـ في الورك جروب.
هتبدا ان انت تيجي هنا كده خش على الاو يو اد بوليسز السيرفر 2003 في الاكس بي مش فيهاش مشكله، في 2008 ما فيهاش مشكله، نتكلم على 2003. يا اما الاوف لاين يا اما ال لو دخلت هنا كده في بوليسز سيستم ادمنستريتيف تمبلتس سيستم هتلاقي عندك حاجه اسمها تيرمينال سيرفيس. فين تيرمينال سيرفيس؟ موجودة هنا. ايه فين كونكشنز بس؟ ايه؟ ترمينال سيرفيس اهي يا عم، عمال تقول مش موجودة شككتنا. ها ترمينال سيرفيس، لو دخلت جوه ترمينال سيرفيس، فاكرين انتوا في الريجستري كانت متلعبكة ازاي؟ بص بقى هنا، انت جوه التيرمينال سيرفيس عندك حاجه اسمها ريموت ديسك توب كونكشنز. ها تمام كده، دي هنسيبها دلوقتي عشان دي هناخدها لما نتكلم عن الريموت ديسك توب، عشان فيها شويه سيتنج من هنا عايز ابقى اوريها لك. انما احنا هنخش على الحته اللي اسمها تيرمينال سيرفيس، هتلاقي عندك حاجه اسمها كونكشنز. جوه كونكشنز بيقول لك ايه؟ allow user to connect remotely using التيرمينال سيرفيس. تعمل لها ايه بقى؟ هي allow صح؟ تقول له enable apply اوكي. بقول لك at least ايه؟ XP او ال 2003. تعالى بقى هنا كده نعمل له بقى بدل ما نعمل restart تعالى نعمل له GB بقى. يبقى التشيك بوكس متعلم عليها. ايه؟ اوبشن ايه بتاع ريموت ديسكتوب؟ لا ده انا بفهمها لك دلوقتي ولسه هناخدها مع بعض. كتبت ايه؟ بص هي لسه ايه، انا اقدر اعلم واشيل واعمل اللي انا عايزه صح؟ بوليسي بس يتعمل لها ريفرش كده، البوليسي يتعمل لها ريفرش. ايه اللي حصل؟ شايف؟ اتقفلت خلاص وبقت دمت. ركز معايا حلو كده. نرد على احمد علي. طب انا دلوقتي كل شويه بقى هكلم اليوزر واقول له بعد اذنك معلش افتح كده السي ام دي واكتب لي جي بي ابديت سلاش فورس عشان البوليسي تطبق عليك عشان انا ناوي اكنن عليك. ينفع؟ ما ينفعش. ينفع اعمل لها سكادول تاسك؟ لا، ده لو حضرتك جيت هنا كده جوه البوليسي نفسها جوه هنا في الادمنستريتيف تمبلتس سيستم هتلاقي جواها حاجه اسمها جروب بوليسي. جروب بوليسي هتبص تلاقي جوه الجروب بوليسي حاجه اسمها جروب بوليسي ريفرش انترفال فور كمبيوترز. ماشي، بعد اذنك كده اعمل لنا ريفرش. هو باي ديفولت كل 90 دقيقه، يعني كل ساعه ونص، لا كل 10 دقائق ابقى اعمل لنا ريفرش. هو اخرها 45 يوم. معايا كده؟ يرفرش البوليسي لوحده كل 10 دقائق، محتاجش اعمل ريستارت ومحتاجش اعمل اي حاجه. ايه؟ البوليسي تترفرش بعد 45 يوم، كل 45 يوم هي اخرها من زيرو. لو انت خليتها زيرو يبقى البوليسي اللي هتطبقها تتطبق في ساعتها. ها خليتها بعد 10 دقائق يبقى البوليسي تتطبق كل 10 دقائق. وبيقول لك انا عشان ما اعملكش لود انا هعمل راندوم تايم.
يعني ايه راندوم تايم؟ يعني انا هاخد مثلا إيه، انت عندك في الاويو دي 50 جهاز، هاخد 10 واستنى نص ساعة وبعدين اطبقها على 10 اللي بعديهم، واستنى نص ساعة واطبقها على 10 اللي بعديهم وهكذا. فانت ممكن تقول له ايه كل 5 دقايق، يعني استنى ما بين ال 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 البوليسي والبوليسي 5 دقايق. اه طبعا هيبقى فيه لود جامد. سهلة ولا صعبة؟ بص لو دخلت هنا كده جوه ال 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 في الويندوز سيتنج، جوه سيكيورتي سيتنج هتلاقي هنا اكونت بوليسي باسورد بوليسي، طبعا كلها نوت ديفايند صح، عشان دي بوليسي جديده موجوده متطبقه على الاتش ار. انما لو حضرتك دخلت هنا كده على الجهاز بتاع الكمبيوتر ده وقلت له جي بي اديت دوت ام اس سي، هتلاقي هنا لو دخلت في الويندوز سيتنج في السكيورتي سيتنج اكونت بوليسي باسورد بوليسي، هتلاقي باسورد موجود عندي. طب الباسورد دي جت منين؟ جت نتيجة ان انا هنا، وطبعا دي هنتكلم عنها في وقتها لسه المرة الجاية واللي بعديها، ان انا عندي حاجة اسمها ديفولت دومين بوليسي. لو عملت ايديت جوه الديفولت دومين بوليسي بوليسز ويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج اكاونت بوليسي باسورد بوليسي، هبص لها الباسورد موجودة اهي، مش دي هي دي؟ طب دي بوليسي نازلة عليا من فوق، انا داخل بالادمينستريتور صح؟ انا عايز الجهاز ده ما خليش الباسورد بتاعته 24 يوم، ده خليها 10 بس، اعمل ايه؟ دوس على دي كده وغيرها صح؟ طب ينفع اغيرها؟ دي بوليسي نازلة لي من فوق، طب امال اعمل ايه؟ انا داخل بالادمينستريتور اه، ها طب اعمل ايه؟ عدل في البوليسي بتاعت الدومين، تتعدل في البوليسي بتاعتها. طب انا مش عايز اعدل في البوليسي بتاعت الدومين، انا عايز الحته بتاعت الكمبيوتر بتوع الاتش ار بس دونا عن الناس كلها، تبقى البوليسي بتاعتهم بدل ما هي 24 مره افتكر له اخر 24 بوليسي اخليها 30 والباقي ياخدوا كل دول، والباقي ياخدوا كل دول. طب اعملها ازاي دي؟ ولا حاجة، انت مش اصلا الناس دي موجودة في الاويو اللي اسمها اتش ار، تعال جوه الاويو اللي اسمها اتش ار، تعال في الحتة دي كده وقوله بدل ديفايند قوله خليها 30، هو اخر 24، طب خلاص خلينا النقص خليها 5 بس والباقي نوت ديفايند. يبقى ايه اللي هيحصل؟ البوليسي يا معلم هتنزل من فوق تيجي هنا صح، هتبص تلاقي ان في بوليسي عكسيه على الاتش ار، فالبوليسي الخاصه بتاعت الاتش ار تو اوفر رايد البوليسي بتاعت الدومين بس في الحته دي بس. اه يعني بص، يعني انا دلوقتي المفترض اول ما اعمل جي بي ابديت المفترض ان انا الاقي ايه؟ الاقي دي بقت 5 والباقي دول زي ما هم. اقفل بقى ده كده، تعالى بقى كده افتح لي دي سكيورتي اكونت بوليسي باسورد بوليسي، ها ايه اللي حصل؟ طب لو خرجتها من الاويو دي هترجع تاني زي ما كان، فهمت؟ طبعا احنا لسه هنتكلم عن الديفولت دومين بوليسي ان ديتيلز، فمش هنتعرض للموضوع ده قوي دلوقتي. يعني لو دخلت كده جوه لوكال بوليسز، وركز معايا جوه لوكال بوليسز ماشي، هتلاقي عندك حاجه اسمها يوزر رايتس اساينمنت.
فاكرين الحته بتاعت اللو لوجن لوكالي؟ هو على مستوى الدومين اللو لوجن لوكالي دي على مستوى الدومين خلاص، لما كنت بخش في البوليسي بتاعت الدومين المكنه اللي اسمها دومين كنترولر، كنت بلاقي ناس اللي من حقهم بس ان هم يعملوا لوجن لوكالي، وضفت فيهم محمود علشان موضوع الديليجيشن. فاكرين ولا طبعا ما بتذكروش ففي البطيخ؟ ها عشان يخش لوجن لوكالي صح. افرض ان انا اجهزه بعينها بتاعت الاتش ار مش عايز اي حد يخش فيها. بص هنا لما بتيجي في البوليسي هنا كده يوزر رايتس اساينمنت اللو لوجن لوكالي، دول بس اللي من حقهم ان هم يعملوا لوجن صح على مستوى المكن اللي اسمها دومين كنترول. انا عايز على مستوى المكن اللي هو بيلعب في الاتش ار محدش يخش فيه غير الناس بتاعت الاتش ار بس. اعملها ازاي دي؟ هتيجي هنا في اللو لوجن لوكالي وتعلم له كده وقول له مثلا انا عايز محمود بس. استنى كده براوز ام فخلي بالك بقى ان على مستوى الدومين كنترولر، على مستوى الدومين كنترولر لو جيت هنا كده في ايه، عشان انا لازم ادي رايتس للادمنستريتور. عارف مش راضي يعمل اوكي علشان خاطر الادمنستريتور لازم يبقى ليه رايتس، لازم تكتبها له ادمنستريتور. ما والله يا عم الادمنستريتور، لا لا هو بس هو عايز الادمنستريتورز بالاس اللي هي دي كده. مبط هو حلو كده، هم دول كده ناس اهم. بص بقى لما تيجي دلوقتي تقول له جي بي ابديت، المفترض لما تيجي هنا كده في ويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج لوكال بوليسز User rights assignment allow login locally فين؟ حلو خامس واحدة. ما انت صح، استنى بس انت مش هتلاقيها، انت المفترض مش هتلاقي allow login locally، هتلاقي بوليسي هو نزلها لك اهي. شايف allow login locally دي نازله لك من فين؟ من فوق سي سي جي. شايف مين اللي من حقه بس يعمل لوجن؟ ادمنستريتور دومين ادمنز محمود، وحتى تلاقي شكلها مختلفه. فهمت؟ طيب خد بقى عندك دي حته بقى ايه في التمام زخنوق. انا دلوقتي لو دخلت على السام فايل بتاع المكنه دي او بتاع المكن كله اللي موجود عندي على مستوى الدومين، قلت له مانج لوكال يوزرز يوزرز، الراجل ده اسمه ايه؟ ادمنستريتور صح. وانت بتسطب الويندوز اكس بي، سيبك من السيفن عشان السيفن باي ديفولت بيبقى ديمت، وانت بتسطب الاكس بي مش كان بيجي لك اوبشن كده يقول لك الباسورد بتاعت الادمنستريتور بتقول له نيكست؟ فالادمنستريتور كده بيبقى ديمت. يعني انا دلوقتي بص لو جيت دخلت دلوقتي كده انا يوزر بقى فاهم، فالراجل الاي تي غلبان، الهيلب ديسك غلبان، نسي يحط باسورد للادمنستريتور، فانا جيت هنا كده قلت له انا عايز اخش لوكالي وقلت له انتر، ايه اللي حصل؟ دخلت بالادمنستريتور وظبطت الدنيا وعملت كل حاجه صح. انا عايز اغير الباسورد بتاعت اللوكال ادمنستريتور على كل الاجهزه. طب يعني مثلا الباسورد
بتاعت مايكروسوفت. عايز اغير الباسورد بتاعت كل الاجهزه، وفي نفس الوقت وركز معايا، مش عايز اخلي الراجل ده اسمه ادمنستريتور، ده انا عايز اخليه ادمن اللوكل. ممكن اعملها على مستوى الدومين على فكره، انا ممكن اعمل باسورد البوليسي دي على مستوى الدومين، ما سميش، ما يبقاش عندي حاجه اسمها يوزر اسمه ادمنستريتور، وما اللي يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ادمن، يبقى اسمه سوسو. والله العظيم انت ممكن تسمي الادمنستريتور بتاعك سوسو فور سيكيورتي طبعا. ليه؟ كل الناس لما بتيجي تهاك بتهاك ايه؟ الادمنستريتور. عمر ما حد هيفكر ان الادمنستريتور اسمه سوسو. اه والله. بص بص، انا فور سيكيورتي باجي بعمل ايه؟ عندنا باجي اقوم عامل كده اوف كده على يوزرز، ادي الادمنستريتور حلو، واقول له كوبي. عارف الكوبي ده اللي انا هعمله ده، اليوزر اللي انا هعمله ده، ده بقى ادمنستريتور، اسميه سوسو. الكلام ده هشرحه لكم في الاكتف، بس انا بديك هنت يعني عن باسورد. بس ده كده كوبي من مين؟ هو قال لك كوبي من مين؟ من الادمنستريتور. يعني لما اجي اقول له انت ممبرز، ممبرز في مين؟ في الدومين ادمنز، واجي اعمل ديسيبل ده. بس انا بقى مش عايز اعمل كده، ده انا عايز الادمنستريتور ما يبقاش موجود اصلا. يعني لما اخش كده على اللوكال ماشين دي، اجيب البروبرتس بتاعت دي، اجيب المانجد بتاعت دي، يبقى الراجل ده ما اسموش اصلا ادمنستريتور، اسمه ادمن او ال ادمن، عشان ما حدش يعرف يستنتجه. وفي نفس الوقت اغير الباسورد بتاعته. مش انا ممكن اقف عليه كده واقول له سيت باسورد، صح؟ يعني احط له باسورد جديده، صح؟ بس لازم اعدي على جهاز جهاز. طب هو ده سنترلايز؟ طب امال تعملها ازاي؟ ولا حاجه، احنا نطبقها على الاتش ار ولا نطبقها على الدومين؟ نطبقها على الاتش ار. حلو. هتيجي هنا كده في سكيورتي اوبشنز، جوه سكيورتي اوبشنز هتلاقي بيقول لك ايه؟ اكونتس. اعمل رينيم للادمنستريتور اكونت، هتسميه ايه؟ هنسميه الادمن. طب عايز اغير الباسورد بتاعت الادمنستريتور كلها مره واحده، دي بقى بتعملها بسكريبت. ما ينفعش ان انت تعملها تعملها بالبوليسي، تعملها بالبوليسي بس بتران سكريبت معين. ازاي؟ هنقول له مثلا ال ادمن دوت بات، تكتب بقى ايه في السكريبت ده؟ بتكتب نت يوزر ال ادمن، ده الاسم الجديد بتاعه. لو هو اسمه ادمنستريتور هتكتب له ادمنستريتور باسورد، الباسورد اللي انت عايزه. ده شكل السكريبت، وتقول له اوكي سيف. خد لي بقى ده كده كوبي. تعالى هنا كده في السكريبت اللي على مستوى الكمبيوترز، عشان ده مش على مستوى الايه؟ اليوزر. تقول له في الستارت اب شو، ارمي لي ده اد، هتلاقيه طبقه. الكلام ده ولا موجود في كتب ولا موجود في مكات، فلازم تحفظه زي اسمك، عشان لما تقعد تسيرش عليه مش هتلاقيه. بص بقى دلوقتي، لو انا جيت دلوقتي كده كل اللي انا هعمله، هنعمل جي بي ابديت. بس طبعا ايه، مش هينفع جي بي ابديت في دي، عشان انا داخل بالادمنستريتور، فاقول له ايه؟ ريستارت.
مهم يا عم عادي. مع الدومين ده بالادمنستريتور. بص بقى لما تيجي تقول له مانج يوزرز بقى اسمه ايه؟ طب فين الادمنستريتور؟ اختفت. كذلك هتلاقيها على 7 بقى، بس احنا ايه بنسرع العمليه بالاكس بي. الكلام ده برده نفسه هو على 7. فتقدر كده من خلالها ان انت تقدر تعمل ايه؟ رينيم للادمنستريتور. طيب حاجه تانية، خلي بالك ان لو الراجل ده كارت النتورك بتاعه ديسيبلد، المفترض ان هو ما يعرفش يخش على الدومين، صح ولا غلط؟ يعني تعالى بس نرجعها كده. تعالى نخليها انيبل. شفت اول ما عملت الديسيبل ده ايه اللي حصل؟ فاير وول اشتغل، لان ده الديفولت اللي انا كنت مظبطه كده. انما اول ما بيتقفل، اول ما بتعمل له ديسيبل بيرجع تاني للبوليسي. تعالى نعمل له ديسيبل من هنا عشان نتاكد ان احنا ما عندناش كارت نتورك خالص. المفترض ان انت لما تيجي تعمل لوج اوف وتيجي تعمل لوج اون، المفترض ان هو ما يعرفش يعمل لوجن، صح؟ طب الراجل ده عمل لوجن ليه؟ لان باي ديفولت الجهاز بتاعي لما بعمل عليه لوجن بيكيش اليوزر نيم والباسورد بتوعه، مش كل مره يروح يسال الدومين كنترولر في اليوزر نيم والباسورد بتوعي. عشان كده لما الناس بتبقى معاها لابتوب وبيبقى اللابتوب ده جوين للدومين، بيقدر ان هو يخش جوه الدومين كنترولر بتاعه وقاعد في البيت، بيقدر ان هو يعمل لوجن على الجهاز. هو ينام اليوزر نيم والباسورد بتوعه مش موجودين على السام فايل، بس هو الجهاز بيكيش. طب الجهاز بيكيش كم مره؟ الجهاز بيكيش 10 مرات تقدر تعمل لوجن والدومين كنترولر بتاعك واقع. كم مره؟ 10 مرات، وفي كل مره العشرة بتتجدد. يعني كل مره بيريست العشرة ويحط لك 10 جداد، كل مره يريست العشرة ويحط لك 10 جداد. فالراجل ده يقدر يخش على الجهاز مدى الحياة، صح؟ انا ممكن بالجروب بوليسي احدد له، اقول له لا انت لما تيجي تخش تخش 5 مرات بس، ليك خمس، ليك مرة، ليك مرتين. ازاي؟ هتلاقي هنا، ركز معايا، في اللوجن فين يا عم؟ ايوه نمبر اوف بريفيوس لوجنز تو كاش. لما تقول له كده ديفاين الديفولت بتاعه كم مره؟ 10. ممكن تقول له 0 يبقى الدومين واقع مش هيخش. اهو بص بيقول لك النمبر بتاعك ان كيس ان الدومين كنترولر بتاعك از نوت افيلبل، خلاص يبقى 0، يبقى الراجل ده مش هيعرف يخش. طيب حاجة تانية، أنا كل الكلام ده أنت ممكن تستخدمه في شغلك. بص الجهاز بتاعي ده لما أجي أعمل لوج أوف، وأجي هنا كده عايز أخش، إيه اللي بيحصل؟ بيجيب لك آخر يوزر كان عامل لوجن، صح؟ سواء الكلام ده في الـ 7 أو في الـ إكس بي. لا أنا مش عايز يجيب لي ان هو مكايش مين اللي كان عامل لوجن. هبص اول ما اعمل كده اهو بيقول لك مين؟ محمود، صح؟ مش عايز الكلام ده، امال عايز ايه؟ عايز لا اليوزر اللي يعمل لوجن يعمل لوج اوف تريست منين؟
من هنا اهو بص dont display last username. اه اشتغل يا عم. ايه ده فور سكيورتي؟ انا بقول لك اهو بص دلوقتي انا لو قلت له اوكي نعمل بس ريستارت للجهاز ده ونعمل ريستارت لل7 في تاني. بص ممكن تبعت لليوزر وهو بيعمل لوجن تبعت له مسج. بص تبعت له مسج وهو بيعمل لوجن قول له مثلا هاي اول ما يبدا الجهاز يقوم. وبص ممكن تعمل له ايه اتاتشمنت هاي اول دي تكتب له رساله بعد ما يعمل لوجن تظهر له. كل ما يعمل لوجن تظهر له. اه استنى بس دي كده ما اتطبقتش. نعمل بس جي بي ابديت. انت لو تقعد تجرب البوليسز دي تقعد 100 سنه. بص ولا بيل جيتس نفسه يعرف البوليسز دي كلها. مفيش بني ادم في الدنيا يعرف البوليسز دي. ده بص بس دي تخيل انت تقعد تقرا كل دول وتقعد تفتكرهم كمان. ده في حته ايه في دي. بص في دي تفتح دي فيها 50 حاجه تفتح دي تلاقي 50 حاجه. احنا لسه طبعا الاودت دي موجوده علينا في الكورس ده. بوليسز اكونت تفتح 50 حاجه هنا 50 حاجه هنا 50 حاجه. كل حاجه من دي ليها الحاجه بتاعتها. فافلام يعني موضوع مش 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 بالسهوله اللي انتوا فاكرينها دي. بس انا بحاول اديكم افكار اهو يعني على قد ما نقدر يعني. لسه ده ريستارتات ده المغرب اتدنق. بصوا ممكن هنا تعمل ايه؟ عارفين ال 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 في يوزر رايتس اساينمنت ولا هنا استنى كده. عارفين الحته بتاعه البيجنج فايل ممكن كل مره اليوزر يجي يعمل ريستارت البيجنج فايل تتفضى خالص. بس ده طبعا ايه مش حلوه يعني تعمل هيد جامد قوي على الجهاز. عارفين ايه فورس لوج اوف وين لوج اون اورز اكسبايرد. لو انا جيت على اليوزر دلوقتي كده جيت كده على اليوزر مثلا اللي في الاتش ار احمد مثلا جيت عليه كده
وجبت البروبرتس بتاعته اكونت لوجن او مش لوجن تو لوجن اورز وحسبت له وقت معين قلت له من 9 ل 5 بعد الساعه 5 يعمل لوج اوف اجباري فاليوزر يجي يعمل لوج اون ما يعرفش البوليسي دي مش عايز تطبق ليه بس اه يا عم طب مش تقول يا عم صح لسه ما رجعنالوش للنتورك عم هو مش شايف نتورك اصلا ما البوليسي ما اتطبقتش عليه تعمل له بقى ريستارت بقى كده البوليسي تطبق عليه كويس صح يا ابو حميد بص دي هاي اول بعدين اقول له بقى اوكي فضها لك كل مره بقى يعني تقول له ايه سي سي جي ام سرحان باسورد ما اقدرش افضل الكورس دي على كاتب ممكن بس لازم نحط جوه الكود لا اعملها له لوكالي بص دلوقتي بص بقى لو دخلنا هنا كده دلوقتي عملنا لوج اوف المفترض ان كان الطبيعي ان كنت بلاقيه مكايش محمود صح لسه الاله الحاسبه دي بتطلع هاي ايه اللي حصل خلاص كده الكاش اتلغى عشان نشيل ده لسه ما اتطبقش ده عمنا بقى وعمل ريستارت يا عم ونطبق معايا كده سهل ولا صعب الكلام ده طيب فين اللي انا قلت لكم عليها بتاعت ال اهي دي don't require alt control و delete اللي انت بتتكلم عليها كله apply اهو okay. ما يبقاش فيه alt control و delete خلص اوكي اشتغلت اهي بس هو هبل طيب حاجة تانية عايزين نقفل السي دي روم والفلوبي والفلاشات والكلام ده سيستم جوه سيستم هتلاقي استنى لا مش جوه سيستم جوه الويندوز كومبوننت جوه الويندوز كومبوننت تلاقي جوه الويندوز كومبوننت اسمها ريستريكت درايفرز باين ولا مش عارف استنى بس كده هي في الويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج لا استنى بس افتكر لك هي فين هي في سيستم تقريبا في الغالب في سيستم اهي ريموف ستورج ريموفبل ستورج اكسس لا خلاص بنفنش ريموفابل للستورج اكسس بص السي دي روم بتاعتك ديناي رايت ديناي ريد للسي دي روم فاهم
اللي هي الفلاشات والهارد الاكسترنال والكلام ده، ها اسمها ريموفابل ديسك، ديناي ريد، ديناي رايتس، الكلام ده كله فاهم. ريموف اول ستورج كلاسز، عارف يعني ايه اول ستورج كلاسز؟ يعني اي حاجه تتركب، ايه اي حاجه تتركب على اليو اس بي، ايه البرنترات هتقف. ادي هاي دي اتطبقت اهو هاي. لا ما بص يعني بصوا يا رجاله، هو انت ان انت تعمل ريموف للستورج بتاعتك عن طريق الجروب بوليسي مش حلو، لان انت كده بتوقف اليو اس بي كله فاهم. في في سوفت وير اللي هو جي اف اي، جي اف اي ده بيمكنك ان انت تكتب له السيريال بتاع البرينتر. لو عايز تكتب السيريال بتاع اليو اس بي نفسه، اليو اس بي نفسه السيريال بتاعه تكتبه فيفتحها لك. كاسبرسكي عامله الكلام ده، حضرتك دخلت كده جوه الكاسبر فاهم، جوه الكاسبر نفسه. طبعا الكاسبرسكي ده بيبقى ليه سيرفر بتعمل عليه بوليسي اسمه ادمن كيت، خلاص هو اللي تقدر من خلاله تتحكم في الكلام ده. هبص تلاقي هنا عندك حاجه اسمها اكسس كنترول، لو قلت له سيتنج سيتنج هبص تلاقيه بيقول لك ايه، انت عايز تبلوك درايفرز بعينه. ايه بقى؟ انا عايز ابلوك اليو اس بي برينترز. لا انا عايز اسيب اليو اس بي برينترز. امال عايز تريموف ايه؟ عايز اريموف الاستورج. فكده اي فلاشه تتركب ما تشتغلش. لا ده انا عايز اريموف المودمز والفونز والحاجات دي اللي هي الفلاشات بتاعت الاتصالات وموبينيل وفودافون والكلام ده فاهم. لا المودمز بس، لا اي درايفرز تاني. فدي ادفانسد اكتر من بتاعت مايكروسوفت. بتاعت مايكروسوفت مش جامده بالجموديه دي، بس اهي ريموفابل ستورج اكسس تعمل لها ديناي. هناخدها المره الجايه والله اشرحها لكم. سهل الكلام ولا صعب؟ ماشي نكتفي كده النهارده كفايه خلاص، ونكمل المره الجايه موضوع الايه البوليسز تاني ان شاء الله. الكاسبر بيعرف فرق بين اليو اس بي بتاع البرنامج واليو اس بي العادي؟ طبعا.